قال الرب: أنا الرب، هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر. لكن المسيح أحبائي أخذنا إلى عمق جديد في هذا الموضوع. في العهد القديم كان ممنوع هذا الشيء يمارس. اسم الله عظيم، اسم الله قدوس، ما تتلاعبش بالألفاظ حول اسم الله. لكن المسيح طلبنا أن نعيش بشفافية، طلبنا أن نعيش بوضوح، طلبنا أن نعيش بأماني، طلبنا أن نعيش طبعاً بالتكلم، أنه نتكلم بالصدق ونسلك بالاستقامة، نعيش بمصداقية. يعني لازم لكلامنا يكون في مصداقية، وعلى فكرة كمان لازم يكون في محاسبة. فالكذب هو من صفات الشيطان، المكتوب عنه كذاب وأبو الكذاب. ابقوا معي، سأواصل حديثي بعد قليل.